النهارده لاعبي النادي الاهلي رجعوا للتدريبات مره اخرى، رجعوا بعد راحه يومين، كانت اخر مباراه للنادي الاهلي امام انبي في الدوري الممتاز. قدرنا نكسب فيها 2-1، وكان المكسب مهم جدا، مكسب معنوي كبير. مكسب يقدر يدعم ويساند لاعبي النادي الاهلي انك تقدر تنهي اخر مباراه ليك بمكسب. المكسب رغم المكسب الصعب وفي الدقائق الاخيره، لكن روح الفانيلا الحمراء كانت موجوده، علشان كده بقول مكسب امام انبي قبل مباراة الوداد المغربي كانت مباراة مهمة جدا، والمكسب فيها مهم جدا. زي ما احنا شايفين دي لقطات من التدريبات اليوم، مستر موسيماني اللي كان موجود في التدريبات النهارده شاهد التدريبات، كمان عودة المصابين. النهارده بنشوف ياسر ابراهيم وعودة مرة أخرى، واحد من أهم المدافعين في صفوف النادي الأهلي. شفنا مستواه الرائع قبل الإصابة ودوره المهم جدا، النهارده بدأ يشترك أو يشارك في التدريبات. شفنا الثلاثي، ثلاثي خط الوسط اللي هيكون ليهم دور كبير ان شاء الله في المباراه القادمه، حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج، ثلاث لاعيبه كبار في نص الملعب. النهارده عودتهم مره اخرى عوده مهمه جدا كمان، يعني محمد عبد المنعم بيتم تجهيزه للفتره اللي جايه، هنشوف هيلحق ولا مش هيلحق. طبعا بنتمنى ان شاء الله انه يلحق، وهو يعني اضافه كبيره لدفاعات النادي الاهلي. نتمنى كل اللعيبه تكون سليمه، كل الاوراق تحت ايد مستر موسيماني تكون موجوده. النهارده في حلقتنا احنا عملنا هاشتاج، وجه رسالتك لموسيماني لحصد الثالثه على التوالي. شاركونا النهارده كل جماهير النادي الاهلي، شاركونا برسائلكم ودعمكم للاعبي النادي الاهلي ومستر موسيماني. زي ما احنا شايفين دلوقتي، وجه رسالتك لموسيماني لحصد الثالثه على التوالي. النادي الاهلي ان شاء الله ومستر موسيماني يقدروا، عندنا زي ما بقول للمرة الثانية والمرة الثالثة، عندنا لعيبة كبار، عندنا لعيبة عندهم خبرات كبيرة، يقدروا إن شاء الله رغم كل الظروف الصعبة، رغم عدم الحيادية إن المباراة تكون على ملعب حيادي، لكن لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرة في ظل الظروف الصعبة، شفناها قبل كده والنادي الأهلي بيرجع من تونس وسط جماهير صفاقس التونسي بالبطولة الغالية، شفنا قبل كده أمام القطن الكاميروني، لعيبة النادي الأهلي بتلعب برضه بره ملعبها مباريات كبيره، مباريات جيده، تقدر تتعامل مع كل الضغط الجماهيري اللي هيكون موجود هناك. النادي الاهلي بكره هيغادر الساعه 5:30 ان شاء الله، كل التوفيق ليهم. بيترأس البعثه كابتن محمود الخطيب، وزي ما احنا عارفين تواجد الكابتن محمود الخطيب دايما في المباريات دي مهم جدا. تواجد كابتن محمود الخطيب شفناه في مباريات قبل كده، مباريات مهمه وكبيره، فدايما دعمه وكلامه للاعيبه بيكون مؤثر بشكل كبير. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للبعثة.